الطريقة الثانية للإسناد نطبقها مع قسم آخر، نطبقوها مع ثالثة علمي واحد، نطبقوها مع ثالثة علمي واحد. إيفكتاسيون، ما نروحوش هنايا، نروحو بلانينغ سيرفيس ديفيزيون. تلاحظ هنا كي قمنا بالإسناد خرجونا المعطيات هنا. هنا الإسناد بطريقة أخرى يعطيك المادة ويعطيك الأقسام متسلسلة. هنا نحاول نمر الإسناد لقسم ثالثة علمي واحد. ثالثة علمي واحد هاي هنايا، هاي وراها. نبدأ نفس الطريقة، نفس الطريقة بالرياضيات. ماذا بكم لتديروا لها الإسناد؟ حاولوا تلونوها لكي لا تخطئون. ثلاثة علمي واحد منصب ثلاثة خمس ساعات، منصب ثلاثة ثلاث ساعات، هو في قاعة صال اثنين. فيزياء ست ساعات، عفوا منصب خمسة، فيزيك خمسة ست ساعات. الورشة ما نديروهاش لأنه فيه تفويج، من بعد نفهمكم. العلوم تدرس صال دو، منصب واحد بالعلوم. سيونس أن سبع ساعات. العربية منصب واحد ثلاث ساعات. عرب واحد ثلاث ساعات في القاعة صال دو. تلاحظ هنا يعطيك اسم الأستاذ و قاعة والمدة المقررة. يستوار جيو اجتماعيات ثلاثة علمي واحد عندهم ساعتين، عفوا دائما ننسى المنصب، منصب اثنين. يستوار جيو ساعتان، ساعتان في قاعة اثنين. نمر إلى الفلسفة، هذه الطريقة الثانية ولكم الاختيار في الإسناد. منصب واحد ثلاث ساعات، ثلاث ساعات، مصعد دو قاعة اثنين. نمر إلى الفرنسية، ثلاثة علمي واحد ثلاث ساعات، منصب واحد فرنس أن ثلاث ساعات، عفوا صال دو. إنجليزية ثلاثة علمي واحد، منصب واحد ثلاث ساعات، ثلاث ساعات صال دو. سيونس إسلاميك علوم إسلامية، ثلاثة علمي واحد مع المنصب الثاني اثنين ساعة، المنصب الثاني ساعتان، وتدرس في قاعة صال اثنين. سبور تربية بدنية، ثلاثة علمي واحد عندهم منصب واحد ساعتان، سبور أن مباشرة تكتب ساعتان، من بعد نخصو ونخلوها في الفناء. ما يقراوش تكنولوجيا ثلاثة علمي واحد، وما يقراوش الميكانيك، خاطيهم. إذا التكنولوجيا ما يقراوهاش. جيد، هذه الطريقة الثانية في إعداد الإسناد. تبعنا الطريقة الأولى، إذا ساعدتكم أختموا بها. أما الطريقة الثانية كما راك تلاحظ، تستطيع هنايا تقوم بالنسخ
لي قسم آخر بالضغط على شيفت، ولكن حذاري التصحيح دائما تقوم بتغيير الإسناد القسم و القاع مع ما دام يعني ندير كوبي نفس الآخر. إذا مباشرة نحدد ونقوم بالإسناد الصحيح كاتب كاتب. أرجو أن وفقنا في إسناد هذا، مثال فقط لإسناد قسمين بطريقتين. نترككم نحاول كيفاش نحاولوا نكملوا الإسناد لباقي الأقسام بنفس الطريقة. بالنسبة لثالثة علم اثنين، تلاحظ هنا ثالثة علم اثنين المنصب ثلاثة نفسه وراء. نعم تستطيع تستعمل طريقة نسخ كوبي كولي منصب ثلاثة لثالثة علم اثنين لرياضيات نفسه نزود خطوة هنا، ولكن القاعة أصال تروى أصال تروى. ثلاثة علم اثنين كذلك هنايا نفس الأستاذ منصب خمسة ست ساعات منصب خمسة صحيح هي ست ساعات اتركها كما هي. علوم نفس الأستاذ نفس المنصب منصب واحد إذا سبع ساعات. لما يكون نفس المنصب لا داعي للكتابة مباشرة من كوبي كولي. نمر إلى الأدب هنا لا يوجد اسم أستاذ. ثلاثة علم اثنين منصب اثنين ثلاث ساعات منصب اثنين وقاعة ثلاثة. ولازم أنك لازم تكليك هنا على الأيقونة كي تقوم بتفعيل التصحيح. اجتماعيات ثلاثة علم اثنين نفس المنصب ساعة ساعة ونقوم بالحفظ. قاعة ثلاثة. نمر إلى الفيلو فلسفة نفس الأستاذ منصب واحد فقط نغير في قاعة يقرأ فيها قسم عفوا. مادة الفرنسية نفس المنصب ثلاثة علم اثنين المنصب رقم واحد ثلاث ساعات نغير فقط القاعة. تلاحظ لي نوعا ما سريع سريع. هو الإسناد دائما يتعب خاصة في برنامج آسي تام تيبل. إسناد نوعا ما متعب كذلك خاصة الأفواج والتفويج والساعات الفردية والجمع. ثلاثة علم اثنين عند منصب واحد نفس الأستاذ تلاحظ تقريبا نفس الأساتذة وهذا هو الإسناد. قالت هذا السيونس الإسلاميك علوم الشريعة ثلاثة علم اثنين منصب اثنين قاعة تستبدل قالت هذا. سبور هو الرياضة نفسه كذلك تلاحظ هنا باللي سبور كذلك راه جاي في ثلاثة علم ثلاثة وأربعة تستطيع تقوم بنسخها كاملا. سبور عن سبور دو المهم في الأخير أشكركم على المتابعة. في فيديو آخر لاحظتم الطريقة كيفية الطريقة في الإسناد طريقة بسيطة جدا وسهلة فقط يلزم عليكم التركيز.